السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفقات النادي الأهلي وآخر مستجداتها وفايلر عايز ايه ومين اللي قاعد ومين اللي ماشي ومين اللي هيجدد له ومين اللي النادي الأهلي خطفه من الدوري العام ومضى خلاص او مضاه ومين اللي الأهلي بيسعى وراه وايه اخبار صفقة أليكي واخبار صفقة لاباكوجا واخبار صفقة فراس شواط وكلام كتير قوي وليله كبيره وحسام عاشور ومش عارف مين، كل ده ان شاء الله تعرفوا معانا في الفيديو. بس استاذنك في البدايه طالما انت شايفنا دلوقتي كده ويعني ربنا يكرمك، انزل بس اشترك في القناه ومش مشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد سواء مشترك او مش مشترك. واستاذنك تعمل لايك على الفيديو عشان نقدر ان شاء الله دايما ان احنا نكمل سلسله فيديوهات الاخبار دي، وتقول لي تعليقك على محتوى الفيديو. لو عرفت تعمل شير يبقى كتر خيرك. يعني المهم يا سيدي، يعني حابب بس قبل ما ابدا اقول لكم وبعتذر لكم بس على الخلفيه ان في سرير وفي فيشه ومش عارف ايه، مش متعودين انتوا على اللوكيشن ده معايا، فبس زينا زي اي بيت مصري يعني متواضع، فاكيد في الاوضه سرير وفي فيشه وكل حاجه، ولكن بس انا ده دليل ان انا مش في الشقه عندي. انا نعم بحب اغير لكم اللوكيشن كتير بس انا مش في الشقه عندي، فده المكان المتاح حاليا ان انا اصور فيه يعني الفيديو ده، فبعتذر لكم. الحاجه التانيه قولوا لي عاملين ايه في التلج ده، لان ايه بص الدنيا والله نفخ وتلج ورصاص، ويعني دعواتكم كده. وان شاء الله انا عايز اقول لكم نازل شغل النهارده بالليل، انتوا عارفين انا شغال مهندس يعني اخوكم مهندس مدني، ففي بالليل صب عندنا الساعه 12 بالليل، لسه هبدا 12 بالليل في عز التلج ونصب بقى لغايه تاني يوم، فربنا معانا يعني ومعاكم ويوفقكم ويوفقنا يا رب. معلش طولت عليكم ونبدا على طول في الحلقه، بس انا والله بفضفض معاكم لان انتوا اخواتي فما بحطش اي حاجز. يعني اول حاجه احب اقولها يعني خبر سريع كده، ان النادي الاهلي اعلن رسميا عن افضل لاعب في موسم 2019 في النادي الاهلي وهو علي معلول. علي معلول لعب مع النادي الاهلي 41 مباراه، احرز 11 هدف وصنع 13 هدف، فعلي معلول هو نسر النادي الاهلي لعام 2019 وافضل لاعب رسميا في النادي الاهلي من قبل اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى معلم في ليله كبيره قوي كده واخبار كتير جدا حصلت، فاحنا هنقول لك الاخبار الرسميه وهنقول لك الاخبار اللي مش رسميه وهنقول لك الاخبار الفيك ونقول لك الاخبار اللي اتقالت بس ما فيش عليها تاكيد. اول حاجه يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع بمجلس ادارته ب يعني لجنه التعاقدات في النادي الاهلي وايضا لجنه التخطيط ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومدرب النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي رينيه فايدر. اتكلموا عن وضع الفريق حاليا ومين اللعيبه اللي هيتم الاستغناء عنهم ومين اللعيبه اللي الاهلي محتاجهم والمركز في ظل دي الموضوع على النادي الاهلي شويه، لان النادي الاهلي متاح له فقط ان هو يتعاقد مع اثنين لعيبه في الشتاء كاستبدال يعني، والزمالك طبعا عارفين ان هو لاعب واحد. والنادي الاهلي خلاص جاب منهم واحد اللي هو كهربا، ففاضل له صفقه واحده اللي هو رينيه فايلر، كان محتاج مدافع ومهاجم، ولكن في ظل يعني الارقام الممتازه لدفاعات النادي الاهلي طبعا ما شاء الله عشان احنا بحسد يعني ارقام ممتازه لدفاعات النادي الاهلي، تقريبا دخل فيهم في الموسم ده 7 اهداف فقط في من 16 ماتش تقريبا، فارقام ممتازه في الدوري داخل فيك هدفين بس في 10 ماتشات، ففضل ان هو يجيب مهاجم. طبعا الكلام كان في الاول على لاباكوجا مهاجم العين الاماراتي، وايضا كان الكلام على بليسنج اليكي مهاجم لوزرن السويسري اللي كان بيدربه قبل كده رينيه فايلر، ولكن اعتقد ان يعني خلاص صفقه بليسنج اليكي يعني شبه فشلت او تعثرت نتيجه ان النادي الاهلي عايز يدفع 2 مليون دولار للعيب، ولكن نادي لوزرن السويسري محتاج 3 مليون دولار ومش راضي ينزل السعر خالص حتى بعد ذهاب امير توفيق ليه اللي هو ماسك لجنه التعاقدات في النادي الاهلي، ايضا ما حصلش اي نتيجه، وايضا بعد تدخلات رينيه فايلر مع النادي السويسري عشان يقللوا السعر برضه هم شايفين ان اللاعب ده ما يتباعش باقل من كده. فلغايه دلوقتي معظم الاخبار بتشير الى ان الصفقه مع بليسنج اليكي فشلت تماما، ولكن ما تعرفش بكره في ايه، يمكن يحصل اتفاق قريب باذن الله يعني. بعد كده لاباكوجا كان يمكن كلام مقترح ولكن ما كانش فيه خطوات رسميه من النادي الاهلي لنادي العين الاماراتي عشان يقدروا ياخدوا صفقه لاباكوجا. ايضا بعد كده النادي الاهلي اتكلم على فراس شواط لاعب نادي الصفاقس التونسي، ولكن ايضا ما كانش فيه كلام رسمي من النادي الاهلي، وكلها اسامي مطروحه من قبل لجنه التعاقدات في النادي الاهلي.
ولكن الكلام حاليا بدأ يتجه وبقوة كبيرة، وإن ممكن في خلال الأسبوع القادم يتم الإعلان عن الصفقة، وهي الذهاب لمهاجم نادي أورلاندو بايرتس جاستن تشونجا. مهاجم طبعا ممتاز، أرقامه حلوة جدا مع الفريق، ويمكن جاستن تشونجا كان احتمال يجي النادي الأهلي، أو كان محتمل إنه يجي النادي الأهلي في الصيف اللي فات، ولكن تعثرت المفاوضات مع نادي أورلاندو بايرتس في ان جاستن تشونجا يجي. ولكن اعتقد ان قرينا في مواقع كتير موثوق فيها ان امير توفيق رئيس لجنه التعاقدات حاليا في النادي الاهلي راح خلاص قعد مع مسؤولي اورلاندو بايرتس، واعتقد ان هم بيتفقوا على الماديات، ولو الماديات تم الاتفاق عليها بصوره رسميه هينتقل جاستن تشونجا للنادي الاهلي، وهيتم الاعلان عن الصفقه القويه جدا للنادي الاهلي كمهاجم سوبر افريقي في اقرب وقت لو الموضوع تم على خير يعني. طبعا النادي الاهلي برضو كابتن محمود الخطيب من الاجتماع اللي حصل قال ان هو يدرس حاليا تجديد لرباعي النادي الاهلي اللي عقده هينتهي، السنه دي يعني، وهم طبعا حسام عاشور وشريف اكرامي وايضا احمد فتحي ووليد سليمان، طبعا من كبار لعيبه النادي الاهلي، لعيبه ممتازين. فكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شايف ان هو حابب ان هو يجدد معاهم تاني، او يعني بيدرس هل المدرب محتاج ان هو يجدد ولا لا، فهنشوف طبعا هترسى على ايه في الاخر. ايضا درسوا ملفات 4 لعيبه للرحيل سواء بالبيع او الاعاره، وهم صالح جمعه وصلاح محسن وعمار حمدي وايضا حسين السيد. يمكن صالح جمعة حتى الآن لم يتم تقديم عرض رسمي له من أي نادي، ولكن حسين السيد أعتقد أنه يقترب من الانتقال للدوري السعودي. عمار حمدي احتمال يروح إنبي، وصلاح محسن برضه سموحة أو إنبي أو أندية دوري مصري يعني، مش شرط يكون إنبي أو سموحة. فصلاح محسن وعمار حمدي جاي لهم عروض من أندية الدوري المصري، وحسين السيد جاي له عرض من نادي سعودي، ولكن صالح جمعة الأهلي أعتقد يعرضه للإعارة، ولسه برضه مش عارفين هيتم إعارته ولا بيعه بيع نهائي، وبرضه حتى الآن ما جالوش عرض رسمي من أي نادي. يعني في بقى مفاجأة، النادي الأهلي عملها وطلعت في مواقع كتير واتقالت في مواقع كتير، ومش عارفين الخبر صح ولا لأ، ولكن الناس كلها صاحية من النوم عليها النهاردة، وكل المواقع اتكلمت عليها، ويمكن مسؤولي نادي أسوان طلعوا اتكلموا رسميا في الموضوع ده، ولكن برضه ما عندهمش يعني خبر يقين بالقصة. صانع ألعاب نادي أسوان اللاعب محمد الصباحي، أو ما يسمى بجوميز مصر، في إشارة للاعب بنادي الهلال السعودي جوميز، اللي بعد ما بيجيب اللي هو الأسمراني، بعد ما بيجيب جون بيحتفل وبيمشي ومش عارف إيه وبتاع. لاعب ممتاز طبعا، جوميز لاعب نادي الهلال السعودي رائع، هداف محترم. فهو محمد صباحي كان لما بيجيب جون بيقلده في نفس الحركه اللي هي بتاعت اللاين دي او الاسد، فسمي بـ 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 يعني اشاره الى اللاعب ده يعني، جوميز مصر يعني. ف يقال ان النادي الاهلي خلاص مضى مع محمد الصباحي، والصفقه تمت ومضى في منزل سيد عبد الحفيظ امبارح، او كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي رسميا مع النادي الاهلي، وان هو هينضم للنادي الاهلي في الصيف وليس في الشتاء، لان طبعا الشتاء الاهلي متاح لي صفقتين بس زي ما اتفقنا، مش اكتر من صفقتين، وخلاص منهم كهربا، وطبعا رينيه فايدر مصر على مهاجم افريقي. فمحمد الصباحي مضى للنادي الاهلي على كلام الصحف كتير اتكلمت النهارده عن الخبر رسميا، وهينضم للنادي الاهلي في الصيف. ولكن طلعوا مسؤولين نادي اسوان واتكلموا ان هو سموحه كانت طلبت التعاقد مع صانع الالعاب، نادي اسوان رسميا، ولكن نادي اسوان حط 10 مليون جنيه للتعاقد مع محمد الصباحي، ده اللي خلى سموحه تتراجع عن الصفقه، وان برضه عقد محمد الصباحي يمتد مع نادي اسوان ل 2025، فازاي النادي الاهلي يمضي معاه وهو لسه مرتبط بعقد مع نادي اسوان. دي كانت اخبار يعني بالنسبه لمحمد صباحي، هي اخبار تداولت كتيره فاحنا مش عارفين صحتها لغايه دلوقتي، ولكن حبيت اقول لكم القصه علشان برضو احنا مع بعضنا كاخوات نحاول نبحث في الموضوع، واللي يوصل فيكم الخبر يقين يكتب لي في الكومنتات، يكتب لي على المنتدى، وانا برضو لو وصلت الخبر يقين او اكيد 100% ان تمت الصفقه بنجاح او رسميا اكيد اطلع اقول لكم، بس دايما بحب افتح معاكم المواضيع كلها ونقفلها في الاخر كلنا سوا كأني قاعد مع اخواتي بتكلم معاهم على القهوة. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، اشوفكم على خير، سلام عليكم.